عسلامة، شنحوي لكم اليوم. جيتكم في فيديو جديد باش نحكي لكم على مشيتي لباريس سو فورم دو فلوغ. الفيديو باش تكون في فورما جديد مش كما الفيديوهات الاخرين اللي عملتهم، ان شاء الله تعجبكم. بالطبيعة كان عجبتكم اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب، وتو نخليكم مع الفيديو. Let's get started. باش يكون فيها برشة تحويس وبرشة توريزم وفازات، وخاصة كما وليتو تعرفوني توا نورمالمون وفهمتو هالفازة باش تكون فيها ماكلة ماكلة ماكلة. دونك قمت بكري شوية، حضرت الحاجات اللي تشوفوا فيهم قدامكم، حضرت باكو دو ليبران على مليتي بيان سور، باكو بابي موشوار، دي سناكس بالطبيعة، وحضرت دو ساندويتش عملتهم بيغل وسومون، وهزيت معايا زوز كتب، واحد رومان تاع وورلد اوف ووركرافت لجماعة اللي يلعبوا جيمينغ وكل. ان فيت سي ان جو فيديو اون لين، واو نقرا في الساغا تاع لي ليفر نتاعهم. وهذا كان الكتاب اختاس لاسونسيون دو روا ليش، وحضرت زيدا ان مانغا قاعده نقرا فيه توا اللي هو بلو سبرينغ جرايد اللي هو التوم 1، وموجود انيم زيدا تحفون عجبني ان فيت، و سي ان تشوجو. فوالا بالطبيعة ما ننساش الجيل هيدرو الكوليك والماسك، وهكيكا هاشتاج كوفيد هاشتاج ستاي سيف. وقصدنا ربي التراجي كان طويل شوية على خاطر كنا باش نمشيو لابارت للكاروتيير الاكس معناها، ومن بعد نمشيو على ساقينا حتى للكاروتيير، ناخدو البوس باش نمشيو لاكس تي جي في، ومن بعد ناخدو التي جي في من اكس حتى شي لباري. اول مره نمشي للاكس تي جي في والله تحفونا مضيفه، عاملين لي جيست بارير الكل بيان سور. انا خذيت احتياطاتي وهزيت معايا معناها جيل، وهزيت معايا بتاع كيما شفتوا ماسكويت وفازيت، و طول لو لون تاع الفواياج لي بسين الماسكويت جوست وقت اللي جيت ناكل ولا حاجه، مي سينو لي بسين الماسك كسوا في باري ولا في اكس، وزيد معناها ديما نغسل يديا وديما نعمل الجيل. وبعد انتظار طويل 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 جي التران. بون خذينا الويغو على خاطرو ارخص، بعد اطلعنا في التران. وتوا باش تشوفوا بالطبيعة اول زلعة صارت لي في الفواياج هذايا، اللي هو كي جيت انا طالعة سبحان الله الباب تسكر في وجهي، و ما عرفتش نحلو يا اخي رجعت. الرحله اللي هي طويله على الاخر ظهر لي 3 سوايع كان صدقني ربي. بالطبيعه من الدرج الاول انا جعت وجبت كاسكروتي، لقيت كاسكروتي حاسيلو مفطس، حطيته مليانه في الساكادو دونك لقيته مفطس، والحقيقه بنين على الاخر، جبن وصومون بنين على الاخر على الاخر، عجبني كنت تشوف فيا فرحانه على الاخر. ومن بعد بالطبيعه قعدت جيعانه دونك زدت كعبه الكيك معاها، ومن بعد جبت كتبتي اللي وريتهم لكم اللي هو المانجا بلو سبرينغ جرايد و الاختاس لاسونسيون دو روا ليش. جيت بالمانجا على خاطر في صافي ساعه تقرا واللي يجي على الاخر حاسين، وقعدت نقرا فيه. واخيرا وصلنا المارن لافالي اللي هي المحطه نتاع ديزني لاند باري، حاسين وما نحكي لكمش قديش فرحت على الاخر وكظاهر الشيء. entre temps خرجنا لهنا باش نشوف بالطبيعة ديزني لاند اللي هو مي فريمون ان دو مي ريف، خاطر وقت انا صغيرة ديما امي تحط لنا لي فيلم نتاع ديزني، ومعنا كان تي اف ان نتفرجو، كان تي اف ان فرانس 2 فرانس 3 حاسيب عليكم الريق هذاك. اي دونك حلم من احلامي اني نهار نمشي لديزني لاند، حاسيب راكم تشوفوا دايما دموع دموع، وليت نبكي حاسيب وفضيحة، نحيت الماسك وقعدت نبكي. بون نبكي من الفرحه راه بدات سي ناشك، حسيت اون ساتيسفاكسيون، وخاصه كنت فخوره بروحي اللي وصلت لديزني لاند باري. ان شاء الله يا ربي احلامكم الكل تتحقق.
ومن بعد خدينا المترو ولا هو التران والله ما نعرف هذه حاسب خدينا ترانسبور وصلنا للديفونس et là vraiment un dépaysement total معناها كان لي بيلدينغ طويل على الاخر حسيت تحس روحك ماشي في بلاصه اخرى مش مستنسين احنا التوينز بربي بالشاي العالي très moderne تحفونا على الاخر عجبتني الحقيقه على الاخر لهنا بدلنا حوايجنا حطينا لي باجاج نتاعنا ارتحنا منهم وماشيين في طريقنا الى دار صديقنا دار صديقنا عملنا شوية موزيكا وشوية جيمينج على خاطر هو معناها ركب البيسي متاعه وحده وشري القطايع وركب بيسي حسيلو يطير 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 سي سا بوز انتيريس نجيبو يعمل معايا فيديو يقولولنا كيفاش عمل البيسي متاعه حسيلو حطو جيم متاعه ونجيبولكم بون تو باش نخليكم تتفرجوا فيه شو ماخر حسيلو عملنا طريح جيمينج على البيسي شخط برجوليه باش نشري كيفهم قد ربي ناقصه هنا ومن بعد مشينا للو فامو هومر لوبستر اللي هو ابن لوبستر رول اوند دونك خدينا دي شيبس و تروف في بالي 3 يورو و لي دو ساندويتش اللي تراو فيهم هذوك من الواحد 18 يورو اللي هو البورسيون نورمال الحقيقه رابور كاليتي بري ماهوش طياره برشا بلوتو كونتيتي بري مش كاليتي بري غالي بور سكو سي بعد ما كليناه معناها قعدنا نجعني مرا دايوغ عملت فيديو كامله على لي زونسين اللي مشتلهم في باريس كان تحبوا معناها اعملوا طلعتهم نحطها لكم في البار دانفو ومن بعد نقلنا للشانزيليزي مزينا على الاخر على الاخر كلها هكا باويه فين ممكنك الماركيت الغالي والماركيت اللوكس كوت كوخ كوت كوخ على الاخر خاطر عندها شارم نتاعها دونك بتبيع باساج اوبليغاتوار للفناك خاطر وقتها حبيت معرفش كي تعرفوها اليوتيوبوز لينا سيتواسيون حبيت نشري الكتاب نتاعها وما لقيتوش روبتور دو ستوك بارتو ولقيت زادا البوتيك نتاعي اللي هي ديزني كيف كيف الحاجات اللي شريتهم من ديزني كيف كيف وريتهم لكم في فيديو قديمه دونك تنحطها لكم زادا اون بار دانفو وبعد المشي الطويله هذيك بديت نشوف الارك دو تريومف وبالزهر متاعي بالطبيعة أكم تشوفوا بوليسية وكذا حسيلوا فما مظاهرات وحالة
ما نجمتش نقرب له لارك دو تريومف من البداية، مي بون سي با غراف. من بعد اك هاكا نهار شارجي على الاخر، دونك مشينا للمترو وقعدت نستنى باش نروحو. دونك جي في صافي قديش عجبتني الديفونس في الليل خير مليار مره من الصباح. كلها باويه الشركات قعدوا متصورش عباد تخدم كمان في الليل هكاكا، ومن البعيد بعيد بعيد شفت هكا توري فيل صغرون. النهار هذيك ما خلطتش نمشي لتوري فيل. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. بالطبيعه كان عجبتكم الفيديو اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب هكاك تزيدوا تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات، وخليوا لي دي كومونتير. الحاجة الجديدة اني عملت انستغرام، بون زدت مانيش مستانسة برشا، مي عملوا لي فولو هكيكا بلكشي نتشجع بيكم نولي نهبط اكثر بوستويت. بالطبيعة باش نتقابلوا في الفيديو الجاية اللي هي باش تكون البارت 2، خاطر قسمت الفلوج على 2 هكيكا باش ما نطولش عليكم وتكون خفيفة الفيديو. وانا توا بقالي كان نقول لكم تشاو.